السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في هذه التغطية الخاصة والمواكبة لزيارة الوفد العراقي برئاسة السيد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى واشنطن. وكما هو معلن مسبقا، فإن هذه الزيارة ستبحث ثلاث مسارات هامة بمستقبل العلاقات بين البلدين. الأول، تفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين الجانبين في عام 2008. الثاني، العلاقات الاقتصادية وإشكاليات الربط المالي بين البلدين. أما الثالث فهو مواجهة التصعيد وتهدئة الصراع في المنطقة، وكل هذا سيتم من خلال المباحثات والشراكات بين الوفد العراقي ومستضيفه الأمريكي، الوفد الذي يحمل صبغة اقتصادية استثمارية لتفعيل التجارة والقطاع الخاص وتبادل الثقافات وغيرها من المجالات التي نصت عليها اتفاقية الإطار الاستراتيجي. ناقش هذه التفاصيل وتفاصيل هذه الزيارة بعد هذا الفاصل. أرحب بكم مرة ثانية ورحب كذلك بالاستوديو بالأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، ورحب كذلك بالأستاذ أحمد عبد ربة الخبير الاقتصادي. حياك الله مرة ثانية أستاذ صباح. نبدأ من أهمية هذه الزيارة اليوم، شقد هذه الزيارة مهمة بالنسبة للجانب العراقي؟ هل إنه هذه الزيارة بروتوكولية مثل ما شفنا سابقا أكثر من رئيس وزراء زار واشنطن وتوقيعات واتفاقات وما لمسنا فد شيء من عندها، فشنو اللي يميز هذه الزيارة عن غيرها من الزيارات السابقة؟ في البداية تحية لك أستاذ عباس وإلى ضيفك الكريم أستاذ أحمد وإلى جمهوركم الأكارم. طبعا لا شك أنه هذه الزيارة هي ليست زيارة بروتوكولية أو زيارة إعلامية أو زيارة فيها جوانب سياسية أو فيها جوانب يعني ابتزازية كما يقوم بعض الرؤساء أو بعض المسؤولين في زيارة البلدان للضغط على هذه الجهة السياسية أو تلك، إنما هذه الزيارة بحسب معطياتها كلها تعتبر من الزيارات الخدمية التي تعتبر هذه جزء من منهجية الحكومة الحالية، باعتبار أنها دخلت في هذا الوسط ولديها أولويات، وكان هناك أربع أولويات لدى هذه الحكومة من بينها قضاء على الفساد ومسألة الطاقة ويعني أشياء أخرى كانت هي مهمة جداً. عندما شاهدت الولايات المتحدة بأن طبيعة هذه الأولويات بدأت تأتي ثمارها في الواقع العراقي وبدأ هناك رضا شعبي عن بعض هذه المنجزات التي تحققت على الساحة، صحيح أن مبالغها يقدرون بأنها مبالغ كبيرة جدا، ولكن أفضل مما أن تكون هذه المبالغ تدخل في مشاريع وهمية وليس لها أي صبغة واقعية. هذه المشاريع الواقعية التي كانت يعني في الساحة وعلى أرض الواقع جعلت من المؤسسات الأمريكية والولايات المتحدة أنها تراقب عن كثب طبيعة هذه يعني المنجزات. هذا معناه أنه الأداء الحكومي طبعاً يعني هم حتى عندهم تقييمات، لا لابد أنه الولايات المتحدة اليوم عندما تفكر بأن تبتعث أو ترسل أو تدعو إلى أي مسؤول حتى تكون هناك أواصر تعاون مشترك، هم لديهم مجسات ولديهم مؤسسات ولديهم أيضا مراكز بحثية ومراكز رقابة
تراقب حجم العمل وحجم العطاء لدى أي حكومة وما إذا كانت هذه الحكومة فعلا جادة. وطبعا عندما نتحدث دائما ما نرى بأنه أصحاب الثراء وأصحاب رأس المال عندما يتحدثون أو يحاولون أن يقيمون علاقة مع شخص آخر مثيلهم يتحدثون معه عن طبيعة أو يبحثون في البدء عن طبيعة عمله وما إذا كانت مشاريع حقيقية وهو ليس إنسان مثلا يكتنز الأموال يعني بطرق ملتوية غير قانونية وما إذا كان هذا المستثمر هو فعلا يمتلك أموال أم أنه يتاجر بأموال الآخرين وغيرها. كذلك بالنسبة للبلدان، البلدان تعزز علاقاتها على أساس يعني على أسس هي أسس اقتصادية. يعني سابقا كانت يعني كل الحروب العالمية التي حصلت هي مبنية على أساس اقتصادي، كان عمليات السلب والنهب وقتل الناس من أجل استحواذ على أموالهم ومزارعهم وأطيانهم وغيرها، كلها كانت هي العوامل الاقتصادية. فبالتالي هي مهمة للجانب اليوم أحسن اليوم بدلا من الجانب الأمريكي يحاولون أخذ الأموال العراقية بهذه الطرق القديمة عن طريق الحروب وغيرها، يقول سندخل في مجالات الصراع الاقتصادي وهي طبعا بالمناسبة مقامرة ومغامرة على العراق أن يكون شاطرا في كيف أن يكسب هذه الجولات على ألا يحصل. هذا اللي راح نسأل به أستاذ أحمد، راح بيك مرة ثانية أستاذ أحمد عبد ربة، ونتساءل بعد ما سمعنا من أستاذ صباح عن الأهمية السياسية والأهمية تقريبا العامة لهذه الزيارة، نسأل بالتحديد على الجانب الاقتصادي اليوم إيش قد هذه الزيارة مهمة اقتصاديا بالنسبة إلى العراق. البداية تحية لك ولضيفك الكريم أستاذ صلاح. طبعا هذه الزيارة يعني تأتي في الوقت المناسب، مثل ما نعرف كل احنا وحتى المشاهد يعرف. أخوان صوت أستاذ أحمد ما واصلني بالاستوديو. ألو تفضل تفضل أستاذ أحمد. هذه الزيارة بالبداية تحية لك ولضيفك أستاذ صلاح. طبعا هذه الزيارة تأتي في الوقت المناسب، مثل ما يعلم الجميع هنالك ترابط في المسار المالي بين بغداد وواشنطن من ناحية، من ناحية أخرى العملة اللي يتعامل بها العراق بالاستيرادات هي عملة الدولار، فهنالك مصالح مشتركة كبيرة بين بغداد وواشنطن. اليوم هذه الزيارة مهمة جدا للقطاع المالي وللقطاع المصرفي، هاي واحد. القضية الثانية قطاع الطاقة، اليوم يأمل العراق بتحسين وتطوير قطاع الطاقة، اكو استثمارات في مجال الغاز، اكو استثمارات في مجال الكهرباء، يأمل بنقل الخبرات الأمريكية إلى العراق. القضية الثالثة قضية الاستثمارات في التكنولوجيا وفي القطاعات الأخرى، اليوم التعاون مع الولايات المتحدة، اليوم العراق يختلف عن قبل 10 سنين أو قبل 15 سنة، اليوم العراق يقف أو الحكومة العراقية تقف في أرضية صلبة، هنالك يعني السيد السوداني يحمل نقدر نقول رضا شعبي، هنالك توافق سياسي، هنالك هدوء، نقدر نقول اكو اصلاحات في الجانب الخدمي، هنالك اصلاحات في الجانب الاقتصادي. اليوم العراق المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه من موقف قوي. هو هنا سؤالي استاذ احمد، هسه بعض الشركات مثل جي اي وغيرها بمجال الكهرباء وغيرها من الاستثمارات تشتغل بالعراق صار لها 20 سنه وما شفنا ذاك الاثر القوي لهذه الشركات او الفائده المهمه للشعب العراقي، شلون ممكن نغير هذا الواقع ونستفيد اكثر من هذه الشركات بعد هذه المفاوضات وهذه الزياره؟ يعني اليوم هذه الزياره يفترض ان تركز على هذه المضامين اللي ذكرناها قبل شويه، يعني اليوم احنا القطاع المصرفي يواجه مشكله كبيره. احنا اليوم قطاعنا المصرفي يتعرض الى اباده حقيقيه، اكثر من نصف المصارف هي تخضع او لعقوبات امريكيه، هذه العقوبات اضرت الاقتصاد العراقي بشكل كبير، لان تعرف القطاع المصرفي هو الواجهه الحقيقيه للقطاع الاقتصادي. 14 مصرف تقريبا دفعه واحده يعني. لا اكثر من 32 مصرف. 32 مصرف يعني. محروم من التعامل بالدولار، اذا تمكن السيد السوداني من
من إزالة هذه العقوبات عن هذه المصارف، فهذه ستكون دفعة قوية للاقتصاد العراقي، ستكون إعادة الثقة من جديد بالنظام المصرفي. اليوم نحتاج النظام المصرفي، يحتاج إلى إعادة الثقة، يحتاج إلى رسم سياسة جديدة ممكن أن تسهم بتحسين الوضع المالي. اليوم تعرف العراق مقبل على إصلاحات اقتصادية، وهذا اللي أسأل عنه أستاذ صباح، نوع العلاقة اليوم اللي نحتاجها مع الجانب الأمريكي شنو؟ يعني أي نوع نحتاج؟ إلى علاقة اقتصادية فقط، علاقة عسكرية فقط، علاقة تبادل الثقافات، شنو نوع العلاقة اللي نحتاجها؟ يعني لاحظ أنه العلاقة التي كانت ما بين العراق والولايات المتحدة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أبرمت في عام 2008 كانت علاقة أمنية، وهناك في الاتفاقية 10 نقاط مهمة جدا، وللأسف الشديد ربما الأجواء الأمنية المثخنة بالجراحات لم تكن تفسح المجال لأن العراق يستفيد من صفحات أخرى من الاتفاقية. صحيح أنه العراق قد يتقاطع مع بعض، تركيز فقط على الجانب الأمني والعسكري. نعم، الأمني والعسكري، وحتى الرؤية المجتمعية، بالمناسبة الرؤية المجتمعية عندما ينظرون أو يسمعون بالاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا يقولون بأن هناك اتفاقية عسكرية، لكن مبادئ التعاون الدبلوماسي والتعاون الأمن الدفاعي والثقافي وكذلك في المجالات الصحية والتكنولوجية وحتى في مسألة إنفاذ القانون والقضاء، كل هذه كانت أمور مهمة، هذه طبعا لم يكن ينظر إليها أو يقلب صفحاتها على الأقل. ما تشوف هذا أمر طبيعي باعتبار أنه إحنا الاستقرار الأمني مو بالمستوى اللي عندنا خلال السنوات من 2010 ولهذا إلى التحرير أحسد. ولهذا العراق لم يسعى لإلغاء الاتفاقية لسبب أنه إذا كانت القضية فقط قضية أمنية ممكن أننا نستفيد من مكاسب أخرى، أي أن الوزير العراقي أو المفاوض العراقي أو الشخصية العراقية أو الوفد العراقي عندما يكون بدرجة عالية من التقنية من يعني التفاوض والأخذ والعطاء ممكن أنه يدخل في يعني شراكات، يعني في يعني أعمال تعاون مشتركة فيما بين الوزارات العراقية والوزارات الأخرى، وهذا طبعا يعني حصل، يعني عندما التقى رئيس الوزراء بنائبة نائب الخزانة الأمريكية أو مثلا السيد وزير التخطيط مثلا التقى برئيس الوزير بوزير الخارجية وغيرها، هذه كلها عبارة عن بوابات تفتح. نحن عندما ننظر إلى أمريكا بعنوان أمريكا الشر وأمريكا الشيطان الأكبر وأمريكا وأمريكا، هذا بالعناوين السياسية، وإذا ننظر إلى أمريكا بعنوان آخر نقول بأنه أمريكا قد احتلت العراق، هذا عنوان عسكري، لكن ممكن نحن نستفيد من الولايات المتحدة باعتبار أنه أنت كانت هناك بعض البلدان حتى بيناتنا صراع وقتال، لكن انتقل هذه القتال والصراع كما في علاقتنا مع إيران 8 سنوات متواترة انتقلت إلى علاقة تعاون، إلى علاقات سياسية عسكرية اقتصادية. لكن من يحدد المساحات اليوم؟ مثل ما نعرف أنه أمريكا تتدخل بالشأن الداخلي العراقي بأكثر من مرة، فهنا اليوم من يحدد المساحة للجانب الأمريكي؟ أحسن سؤال، مهم جداً. هناك يعني مساحة يعني نقول يعني المساحة أو الخطوط الحمراء أو المساحة اللعب للطرفين، يعني كأنما أنت تدخل دائرتان في بعضهما في بعض، الجزء الداخل لكل دائرة هذه تسمى هي المساحة اللي المشتركة، أما أن يخترق كل بدائرة الآخر فهذا تعتبر تدخل. يعني الفرق ما بين العمل المشترك وما بين التدخل هو أني أكسر الأطواق وأنتقل إلى الطرف الآخر. يعني راح أضيف مثل، اليوم عندما نتحدث عن الزراعة مثلا نقول عندنا مشاكل زراعية في الداخل العراقي، لا يستطيع الجانب الأمريكي ويقول استبدل الوزير بالوزير الفلاني، ليس هذا جزء من هذا اللي نأكله، هذا اللي مسألة تدخل، ولكن ممكن أننا نضغط على الجانب الأمريكي، أنتم تمتلكون علاقات اقتصادية قوية بتركيا وتركيا تعتبر من الحلفاء المهمين بالنسبة للولايات المتحدة، لماذا لا توجهوا بالضغط على تركيا لتعطي الاستحقاقات المائية للعراق حتى ننعش الزراعة في العراق؟ إذا القضايا الاستراتيجية ممكن أنه الجانب العراقي يستفيد منها، يحول الولايات المتحدة كقوة ضاغطة ويستفيد منها كقوة متعاونة،
أما أننا نفسح أو نفتح البساط بشكل عشوائي وكيفما اتفق ونجعل الولايات المتحدة يتدخل في الصغيرة والكبيرة، فهذه لا تسمى يعني اتفاقية، بل هذه تسمى قمة درجات الذل والخضوع إلى الآخر. فرض إرادات، وهذا ما نتمناه، أنه المفاوض العراقي يكون مفاوض طبعا حقيقي. هو هذا اللي أنا قلت، المفاوض العراقي يجب أن يكون ممتاز. بدرجة عالية من المهنية حتى يستطيع أن يكون هو الرابح. بالمناسبة نقطة مهمة جدا، أنه أنت أعطي هامش ربحي للطرف الآخر حتى في التجارة. لا التاجر يقول أنا أربح على حساب التاجر الآخر، لأن هذا ما راح يتعامل وياك. أعطيك هامش ربحي، أعطيني هامش ربحي، أكثر من هذا ما أرغب. يعني المرابح تفاوض، أكو مساحات مثل ما فد مساحة تكون ربحني في هذا الجانب، أربحك في هذا الجانب، فتبقى العلاقة مستمرة. أما لا والله، إذا العراق يريد أن يكسب بدون ما ينطي مكسب للطرف الآخر، يقول لك أنا أقطع. مستحيل. أساس العلاقات وتبادل العلاقات هي الأخذ والعطاء بمساحة مضمونة. خلينا ننتقل لواشنطن وأرحب بالأستاذ وائل الركابي اللي ينضم لنا عبر الهاتف. نرحب بك أستاذ وائل. اهلا ومرحبا، حياك الله. اذا الصوت واضح عندك استاذ وائل؟ نعم الصوت واضح عندي، اسمعك جيد. الحمد لله على السلامه وحياك الله. الله يحييك وحياكم الله جميعا. الله يحفظك ويسلمك. نتساءل عن اخر المخرجات بما يخص زياره الوفد العراقي الى واشنطن، وعن الاجواء لهذه الزياره بالداخل الامريكي. بدنا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي الى حضرتك والى جميع المشاهدين. حقيقة يعني كانت زيارة لحد هذه اللحظة هي جيدة جدا، وتحظى باهتمام كبير من قبل واشنطن، سواء على الصعيد الإعلامي أو على الصعيد السياسي، ولما طرحه السيد رئيس الوزراء من طروحات واضحة حقيقية تمثل الإرادة العراقية، يعني سواء على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي، والنظرة العراقية فيما يجري في المنطقة. كانت هناك إشارات واضحة من في كلمة السيد السوداني حول عدم موافقة العراق على انتهاك واستهداف الهيئات الدبلوماسية، وكذلك في ما يجري في غزة. على الرغم من يعني الجمل القصيرة والوقت القصير، إلا أنه استطاع أن يوضح الموقف العراقي، وقال للسيد بايدن، قال له أننا قد نختلف في كثير من المواقف التي يراها العراق بشكل مختلف تماما عما تراه أمريكا. فبالتالي الأمور تحدثنا أيضا بعدم حاجة العراق إلى وجود هذا التحالف، وإقامة علاقات جديدة مستدامة مع كل الدول التي تمثل ما يسمى التحالف الدولي. وصلنا أستاذ وائل مستوى هذه التفاهمات والاجتماعات إلى مسألة توقيع العقود أو الشراكات الحقيقية، أم أنه هي مجرد تفاهمات؟ نعم قبل قليل، لا قبل قليل كان هناك لقاء مع شركات كبرى، وكانت من أهم الشركات الشركة معنية في الطاقة الكهربائية، وطلب من عندهم رئيس الوزراء أن يسرعوا في هذا في عملهم في العراق. وحقيقة اللقاء كان مثمر جدا، وبالتالي أيضا هناك لقاءات أخرى تناقش بشكل عام على اختصاصات الوفد الموجود، والأمور يعني أكثر من جيدة وأكثر من مطمئنة إلى المستقبل القادم إن شاء الله. مسألة إنهاء تواجد قوات التحالف مثل ما تعرف هي مسألة أساسية عند العراقيين. نعم. وتحديد تحديد هذه العلاقة وتحديد كم ونوع القوات المتواجدة بالداخل العراقي، ولو أن الوفد العراقي خلى من الجانب الأمني والجانب العسكري كممثلين صحيح عن هذا النوع، لكن هذه المسألة وهذه النقطة والملف بالتحديد موجود في التفاوضات والمفاهمات مع الجانب الأمريكي؟ تم طرحها بشكل يعني ليس مفصلا، على أساس أنه هناك لجان مشتركة ما بين من الجانب العراقي والجانب الأمريكي، واجتمعت لأكثر من 3 اجتماعات هي التي ستفضي بنتائج تساعد إلى إسراع في إخراج قوات التحالف الدولي. وهذا تعلم يعني هذه اللجان هي المعنية في الجانب المهني الفني، لكن بشكل عام هناك تصريحات قد صرح بها السيد رئيس الوزراء هنا وخلال مقابلته مع بايدن، بأننا قادرون على حماية الأمن في العراق، وقادرون على مواجهة كل أنواع الإرهاب لا سمح الله إن وجدت داعش أو غيرها. وبالتالي الإشارات الرئيسية تقرأ على رفض العراق ببقاء القوات التحالف القوات الأمريكية، لكن تعلم الإجراءات الفنية التي تحتاج إلى وقت
لمناقشتها ولإتمام النتائج والوصول إلى مخارج صحيحة. هذه تحتاج إلى مفاوضات وتحتاج إلى مدة زمنية قد يحدد من خلالها سقوف زمنية على هذا الإخراج، لكن بشكل عام تم الإعلان عن رغبة العراق بشكل رسمي على عدم رغبتهم ببقاء الاحتلال. والرد الأمريكي بهذا الخصوص؟ يعني لا يوجد هناك لحد هذه اللحظة ردا أمريكيا واضحا على هذا الأمر وعلى هذا اللقاء، لكن نحن لا يعنينا بهذا، أعتقد لا الحكومة يعني عازمة على هذا الأمر، لكن تبقى القضايا، والأمريكان تعرف يعني تعاطيهم وتعاملهم في بعض الأحيان يميلون إلى قضية خلط الأوراق أو خلط الهدنة أو جعل الأمور فيها شيء من الضبابية، لذلك بالنتيجة النهائية الإرادة العراقية يعني إرادة ملتزمة في تحقيق ما يريده. طيب لذلك نعول على المفاوضة العراقية. يعني أشكرك الأستاذ وائل الركابي الكاتب والمحلل السياسي من واشنطن، شكرا جزيلا. حياك الله، أهلا وسهلا ومرحبا. حياك يا الله. مرحبا بك. أرجع لك أستاذ أحمد، أتساءل عن الأرضية العراقية والبيئة العراقية لهذه الاستثمارات والشراكات والتفاهمات اللي ذكرها أستاذ وائل من خلال الوفد العراقي الموجود بواشنطن، هل أنه هذه الأرضية مناسبة لعقد هذه الاستثمارات؟ طبعا يعني خلي شوية نروح للجانب السياسي ولو هو مختصاصنا. الصباح موجود بالجانب السياسي. طبعا الأمريكان يحترمون البلد القوي، يحترمون اللي يقدر يصنع له دور بالمنطقة. العراق يعني خلال السنوات الأخيرة تمكن وبنجاح من تقريب وجهات النظر بين طهران والرياض، وهذا الشيء يعني كان يعني معروف لكل الناس انه دخل العراق بترطيب الأجواء. اليوم الأمريكان بدأوا ينظرون للعراق نظرة مختلفة، هاي من الناحية السياسية. من الناحية الاقتصادية اليوم العراق لديه الكثير من الأوراق القوية بالنسبة للتفاوض مع الأمريكان. تعرف عندنا أكثر من 39 مليار دولار نستثمرها كسندات في وزارة الخزانة الأمريكية. ممكن هذا يعني هذه الورقة ورقة قوية في التفاوض مع الأمريكان في خصوص النظام المصرفي وإزالة العقوبات عن النظام المصرفي العراقي. لدينا استثمارات، هذه الاستثمارات ممكن أن تهيئ لهذه الأرضية اللي نتحدث عنها. اليوم العراق يشكل منتج قوي للنفط، يعني أعتقد هو من بعد المملكة العربية السعودية، وتعرف هنالك ارتفاع في أسعار الطاقة وأسعار البترول خصوصا بالأحداث الأخيرة. فاليوم العراق يقف على أرضية قوية، يفترض أن نستثمر هذه الأرضية في التفاوض مع الأمريكان. هذه من ناحية. من ناحية الثانية اليوم إحنا مشكلتنا ويا يعني ويا الموضوع اللي صار بارتفاع سعر الصرف او الحوالات التي تذهب لدول غير صديقه مع امريكا، هي مشكلتنا انه غياب المنتج المحلي وغياب الصناعه المحليه. اليوم يفترض ان نستغل الامريكان في اعداد قاعده صناعيه، هذه القاعده الصناعيه ممكن ان تخلص العراق من كل المشاكل، مشاكل الاستيرادات. هسه ما نريد انه الاستيرادات تقل لنسبه صفر، خلي تكون استيرادات بمعدلات طبيعية وبأرقام بسيطة. كل هذه النقاط أستاذ أحمد مثل ما نعرف ضمنت في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، هذه الاتفاقية اللي راح نحاول أن نوضحها من خلال هذا الانفوغرافيك، الاتفاقية اللي تم توقيعها بأواخر عام 2008 بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي. هذه الاتفاقية تضم العديد من الأقسام، واحد من أهم هذه الأقسام هو مبادئ التعاون العامة، واللي نقصد به أنه أهم ما تضمن هذا القسم هو التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة العراق وعدم التدخل بشؤونه الداخلية، وأن يكون تواجد القوات الأمريكية مؤقت وعدم استخدام الأراضي العراقية لشن الهجمات على البلدان الأخرى. أما القسم الثاني يخص التعاون السياسي والدبلوماسي، أكدت بنود هذا القسم على ضرورة التعاون المشترك في المسائل السياسية والدبلوماسية لتحسين وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة. أما القسم الثالث فيخص التعاون الدفاعي والأمني، وأهم ما تضمن بنود هذا القسم هو التأكيد على التعاون في مجالي الأمن والدفاع وفقا للاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية
وجمهورية العراق بشأن سحب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه. ذكرت هذه العبارة بعام 2008. أما الجانب والقسم الرابع هو يخص التعاون الثقافي، تشجيع التبادل الثقافي بين البلدين، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين جمهورية العراق من خلال الزمالات الدراسية، وأيضا الحفاظ على الآثار العراقية واسترداد الآثار العراقية المنهوبة إلى الخارج، وكذلك حماية المتاحف العراقية الموجودة في الداخل. القسم الخامس يخص التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. في هذا المجال وضمن الاتفاقية تنص على دعم جهود العراق من أجل استثمار موارده من أجل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية لتنمية الاقتصاد العراقي وتسهيل انسياب الاستثمار المباشر إلى العراق من أجل المساهمة في إعادة إعمار وتنمية الاقتصاد. فيما يخص التعاون الصحي والبيئي فنصت الاتفاقية على دعم وتعزيز جهود العراق من أجل بناء هياكل بنيته الصحية التحتية وتقوية المنظومات وتدريب الكفاءات العراقية الطبية في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية. فيما يخص مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فأيضا اتناول الموضوع هو دعم الجانب العراقي بهذا المجال وتسهيل خدمات الاتصالات وتطوير سياسات التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات وتبادل الآراء والممارسات فيما يتعلق بتحرير أسواق التكنولوجيا. أما القسم اللي يخص مجال إنقاذ القانون والقضاء نصت بنود الاتفاقية في هذا المجال على دعم وتطوير وبناء وتدريب القدرات القضائية العراقية والنظام القضائي لمواجهة الفساد والتهديدات الإجرامية المشتركة عبر حدود الدول مثل الإرهاب والإتجار بالأشخاص والجريمة المنظمة والمخدرات وغسيل الأموال وتهريب الآثار وغيرها من القضايا الهامة بالشأن العراقي. باقي الأقسام اللي تخص هذه الاتفاقية، اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، نصت على آليات تنفيذ هذه الاتفاقية والالتزام بتنفيذها من قبل الجانبين، وأن يكون بداية عام 2009 البداية الحقيقية لتنفيذ كل هذه الأقسام وهذه البنود اللي تحدثنا عنها. لكن للأسف إلى اليوم هذه الاتفاقية ما تحققت وما تنفذت بنودها. وأنا أنتقل بهذه النقطة بالسؤال للأستاذ صباح. أستاذ صباح، نقاط حلوة، أقسام جيدة، مواضيع مهمة، بس إلى اليوم ما تنفذت. المشكلة يمنا من الأمريكان وين؟ لا طبعا احنا دائما يقول يعني المشاريع تحتاج إلى مناخات آمنة، وكما عند الاقتصاديين والأستاذ أحمد يعرف هذا وكلنا نعلم بأنه رأس المال جبان يبحث دائما عن المناخات الآمنة، لأنه الذي يريد أن يبحث عن الربح والمكسب التجاري والمكسب الاستثماري يبحث عن المناخ الآمن. لم تكن الأجواء السياسية في الداخل العراقي آمنة، ولم تكن العلاقات الدولية والإقليمية مع العراق العراقية علاقات يعني بمستوى أن ترتقي بالعراق يستطيع أن يحقق كل هذه الطموحات. صحيح أنه هناك علاقات تعاون مشترك وتبادل خبرات فيما بين العراق والبعض البلدان العربية وبلدان الجوار، ولكن هذه العلاقات وقفت على أعتاب الاستفزاز أو الابتزاز السياسي. الجانب الأمريكي اليوم يقول لك للعراق، يقول أنت افتح لي يعني المساحات حتى أستطيع أنه يعني أحقق لك ما تريد. ونفذ هذه الاتفاقات طبعا هي نفس هذه البنود اللي جنابك يعني أعطيت توضيحات مهمة جدا، يعني على سبيل المثال مسألة إنفاذ القانون والقضاء ومسألة يعني معاقبة الاتجار بالبشر، لا حتى فيها مسألة إعادة المطلوبين إلى القضاء أيضا، وليس فقط حتى استرداد الأموال وغيرها حتى لا تكون هناك عملية انفلات. يعني أكثر الذين اليوم على سبيل المثال أحد الهاربين خلينا نقول التجأ إلى دولة، طيب هذه الدولة هي العراق لا يمتلك معها علاقات ولا توجد بينهم انتربول أو شرطة دولية، ممكن لهذه الدولة أنها ترتبط بعلاقات مهمة مع الولايات المتحدة. يستطيع العراق أن يضغط باتجاه الولايات المتحدة أن يأتي بهؤلاء المطلوبين كونهم يمثلون رقما صعبا من المعادلة الجرمية اللي ممكن اليوم لازم أنا أدخل هذا الإنسان في يعني في الزنزانة حتى يكون عبرة لمن اعتبر. لهذا تكون هذه عمليات التعاون ما تكون فقط والله العلاقة الأمريكية العراقية. يعني ضيفك الكريم قبل قليل قال بأنه الولايات المتحدة دائما
تبحث عن الحليف المتمكن، وهو طبعا مفهوم معروف بأنه الولايات المتحدة دائما تحترم الحليف القوي. طيب. إذا كان الحليف ضعيف، يعني على سبيل المثال الحلف الموجود بين أمريكا وال... قوي عسكريا اقتصاديا، لا لا لا, لا لا يعني ليس القوة في المجال العسكري، أي أنه يكون مقتدر ويكون لديه، هو صاحب القرار. أحسنت، هو صاحب قرار، أي أن القرارات ليس قرارات سياسية منفلتة منقسمة على هذا وذاك. يعني على سبيل المثال في مرحلة يعني من المراحل 2006 و2007 بعض العراقيين هم كانوا وزراء ومسؤولين يذهبون كوفد رسمي إلى دولة معينة يبكون ويقولون نحن قد سحقنا ونحن قد كذا، إلى أن المسؤول يقول أنتم تمثلون من؟ إذا كنتم أنتم تمثلون الطوائف فنحن لا نتعامل مع من يتعامل بالطوائف، مع بلد، مع العراق، أنت، نحن نتعامل مع العراق كقوة واحدة، اتحدوا فيما بينكم ثم نحن نتعاون معكم. لماذا اليوم أصبح هناك تعاون أمريكي؟ لأن السياسة الداخلية أصبح هناك هدوء، وطبعا اليوم ليس فقط الاستقرار السياسي هو دفع السيد السوداني بأن يتعامل مع الجانب الأمريكي بأريحية، أو الأمريكي ينظر إليه كحليف قوي فحسب، ولكن الوعي السياسي أصبح هناك إدراك ولو في لحظة متأخرة أنه 20 عاما من المناكفات ماذا أنجزت لنا؟ حولت بعض الدول المجهرية إلى دول راقية، ونحن كدولة راقية نزلنا إلى أسفل السلم الدولي والمحل والإقليمي. لهذا كان لابد من السياسي أن يصبع نفسه، على الأقل يصبع نفسه ويقول دعنا من هذه المناكفات لنعد وننعش العراق. ربما سيد رئيس الوزراء، هذا نقدر نقول تحقق خلال هذه السنة ونص؟ هذه السنة ونص نعم تحقق لسبب واحد، أنه رئيس الوزراء ما تعامل سياسيا مع أي مسؤول منهم، ما تدخل في الجوانب السياسية، ترك السياسة لأهل السياسة، تعامل بمجال الأداء. أحسنت، الأداء الخدمي. يقول أنتم مثلا، لي على سبيل المثال، أنتم في الأنبار شنو مشكلتكم؟ ما عندنا خدمات. أنتم في ميسان شنو مشكلتكم؟ ما عندنا خدمات. أنتم في صلاح الدين شنو مشكلتكم؟ وفي الموصل ما عندنا خدمات. يا أبو سليماني ما عندنا خدمات. إذن أنتم عندكم مشكلة في الخدمة، مشكلة في قضية القضايا. لذلك كان شعور الحكومة هو شعار خدمة وطنية. هو هذا. يعني عندما أجي أشوف شنو المشاكل المشتركة أقول إذن زين، أنا راح أحل لكم المشاكل مالتكم، بس أنطوني شغلة، لا إعلامكم يكون بالضد من عندي، ولا سياسيكم يكون بالضد من عندي، راقبوني كمراقبة برلمانية ماكو فد مشكلة. طيب. لكن لا تخلون عرقلات من باب الابتزاز السياسي. كل بقية أمور سهلة. أنا يعني حسب شرحنا، يعني حسب رؤيتنا لهذا لا الوقت. رأي مهم. لهذا حصل الأريحية وذهب رئيس الوزراء بقوة إلى الولايات المتحدة، وكما أسلفت في البدء أن الولايات المتحدة بمجلساتها وجدت بأن العراق والوزراء يعملون كخلية نحل، ربما هذا دفعهم أنه يفتحون أبواب. طيب. التعاون المشترك. هذا الاستقرار والعمل كخلية نحل مثل ما وصفه أستاذ صباح بالداخل العراقي ممكن يقودنا إلى نقطة مهمة، وهي تحرير الاقتصاد العراقي من السيطرة الأمريكية، وتحرير هذا الوضع الاقتصادي المرتبط بشكل كامل بالدولار، وأن أمريكا اليوم هي المتحكم الأول بالدولار بالعالم. بالتالي آثار هذا الموضوع دائما ما يتأثر بها الداخل العراقي. أستاذ صباح أشار لنقطة مهمة، أنه توحيد الداخل العراقي هذا مهم بالتفاوض مع الأمريكان، وحتى مهم بالنسبة لدول الجوار. يعني اليوم تعرف العراق يمتلك علاقات مميزة مع الجمهورية الإسلامية، ويمتلك علاقات مميزة مع المملكة العربية السعودية. العلاقات المميزة أيضا مع واشنطن ممكن أن تجعل للعراق مكانة مهمة. نرجع لسؤال حضرتك، موضوع الدولار، ما هي الولايات المتحدة والفيدرالي الأمريكي هي الجهة المصدرة للدولار، فحتما هي من حقها أنه تتحكم بموضوع الدولار. ما أقصد بس السعر أستاذ أحمد، بلي. مسألة ثانية أنه الأموال العراقية والتحكم بالأموال العراقية وتحديد الأموال المرسلة إلى الحكومة العراقية لتصريف أمورها اليومية، يعني هذا شو وقت نقدر نحرر الاقتصاد العراقي من اليد الأمريكية؟ هو بالعكس، العراق حر في التصرف بقضية أمواله، لكن هنالك سيستم عالمي. هو أنا أقصد هذا السيستم، أنه لازم تمر هذا السيستم العالمي والموضوع الحوالات الخارجية، هذا لا يمكن أنه العراق يكون في معزل عن دول العالم. اليوم أمريكا ما مانعة أنه أنت تتعامل ويا إيران، أو تتعامل ويا سوريا، أو تتعامل ويا، تعرف حتى أكو كيانات في تركيا معاقبة يعني من قبل الأمريكان، هي ما تمانع، لكن تقول لك يابا لا تعطيهم دولار،
ممكن أن تذهب بالتعامل بعملة أخرى. يعني اليوم هي إيران تتعامل بس ويا العراق، ما هي إيران عندها تعامل تجاري ضخم مع الصين، مع الإمارات، مع الهند، مع حتى دول عربية. هم جاي يقولوا لك يا بشوف لك نافذة للتعامل مع هذه الدول، عوف الدولار، لا تعطيهم دولار. العراق أعتقد مشى بهذه الخطوة، وهذه الخطوة اليوم يعني حسب بيانات رسمية أنه أكثر من 80% من الحوالات تتم عبر. هو هذا اللي يسأل عنه من وجهة نظر اقتصادي خلال هذه السنة ونص، شلون تقيم أداء الحكومة بهذا المجال؟ اليوم العراق مشى خطوات كبيرة. تعرف أستاذ، هذه الخطوات لا تأتي بيوم يعني بوقت قصير، يحتاج لها إلى فترة. والدليل أنه سعر صرف الدولار إيش قد كان، يعني قبل يمكن 6 أشهر كان بحدود 160، اليوم بدأ يتراجع، ونتوقع أنه سعر صرف الدولار يتراجع أكثر. أكو استقرار بأسعار المواد، لأن تعرف اليوم الحكومة هي تدعم الاستيراد، تبيع للتجار بمبلغ 132 الدولار، فتشوف أكو استقرار ببعض السلع. الحكومة وفرت السلة الغذائية، وفرت المواد الغذائية للمواطنين بشكل مستقر، هذا هم أسهم باستقرار الأسعار. فإذا أكو خطوات صحيحة، أو نقدر نقول بالاتجاه الصحيح. اليوم نحتاج إلى إيجاد منصة جديدة للتعامل مع الدول المعاقبة. الأمريكان ما يمنعك أنه تتعامل، لكن يقول لك لا تنطي الدولار، أنا الدولار، أنا الدولة اللي مصدرة الدولار ومن حقي وين يروح، فأنت هذا الدولار لا تنطي لكيانات هم يسموها. والعراق من حقه أنه يتعامل مع الدول اللي يشوف عنده استثمارات وياها، عنده تبادلات تجارية وياها، مو شرط بالدولار. وهذه نقطة أنت ذكرتها، أنه مو شرط يكون التعامل بالدولار، الدولار الأمريكي ممكن بغير عملات، ممكن هي ماكو مشكلة. بالعكس يعني احنا اليوم تعاملاتنا تعاملات، اكثر التعاملات هي تعاملات تجارية. ترى هذا الحديث ترى اكو مبالغة، هسه صحيح اكو فساد واكو اموال، نقدر نقول غسيل اموال، لكن الكثير اكو مبالغة بهذا الحديث. اليوم طيب، اغلب التعاملات مع هذه الدول تعاملات تجارية. تعرف اكو ميزان تجاري مع طيب، مع الجمهورية الإسلامية، ممكن ان نتعامل وياهم. فبالتالي ما كل يوم في الضرورة انه أنا أكون أسير للدولار الأمريكي وأخلي أمريكا هي اللي تتحكم. هو هذا الصح. اليوم تعرف أكو دول عربية تمتلك علاقات مميزة مع الجمهورية الإسلامية، مثل قطر، عمان، حتى الإمارات لديها ميزان تجاري كبير مع الجمهورية الإسلامية. ممكن أن نستعين بهذه التجربة وتطبيقها على أرض طيب الواقع، لكن العمل بالدولار وتحويل الدولار أوقع القطاع المصرفي العراقي بمشاكل كبيرة. طيب أستاذ صباح، إذا يعني نشوف هسه حديثنا، كل حديثنا بالجانب الاقتصادي الاستثماري التبادلات التجارية، يعني أسأل عن التوقيت، هل إنه هذا هو التوقيت المناسب للانتقال بالعلاقات ومستوى ونوع العلاقات مع الجانب الأمريكي، من فقط إنه أتحدث عن شراكات عسكرية وسياسية فقط إلى شراكات اقتصادية استثمارية؟ طبيعة البيئة داخل العراق، البيئة السياسية هي حفزت على هذا الجانب. صحيح هناك عوالق وبعض المشاكل التي لم تنتهي، على سبيل المثال المشاكل القوى السنية فيما يتعلق برئيس البرلمان، وبعض المشاكل السياسية، لربما إذا تحدثنا عن بعض المشاكل الاقتصادية أنه هناك ارتفاع لا يزال في سعر الدولار، كل هذه لا ترتقي إلى مستوى المشاكل التي توصلنا إلى الدماء وإلى الاقتتال وإلى أغلاق الشوارع. تجاوزنا هذه المرحلة، يعني هذه المرحلة ما دام تجاوزناها تبقى شنو؟ تبقى هي مرحلة كيف يعني أحل بقية المشاكل. يعني القوة السياسية لماذا تتصارع؟ تتصارع طيب من أجل تقديم الخدمات كل إلى قوتها السياسية وإلى مناطقها. يعني الشباب مثلا لماذا ينحرفون ويذهبون إلى الإرهاب أو إلى داعش أو إلى المخدرات؟ نتيجة عدم وجود فرص عمل. طيب، أنا من أجل أحقق هذه الطموحات للسياسيين وأحقق هذه الطموحات للشباب في مجالات الازدهار الاقتصادي والنضوج الاقتصادي وكذلك الجوانب المعرفية والثقافية اللي هي جزء من متبنيات الاتفاقية، هذه ستقلل من الإفرازات السلبية على الواقع. بالتالي ستحصل شنو عندنا؟ تحصل لدينا نوع من الأريحية. هذه الأريحية هي التي
يمكن من خلالها أن نصير عملية النضوج المجتمعي، عملية التأقلم مع الحياة المدنية، عملية التماشي مع ما يرتقي به البلدان العالم ونكون في مصاف الدول المتقدمة. إيش قد راح تأثر أستاذ صباح باقي النقاط المشتركة ما بين الجانب العراقي والأميركي على هذه الاتفاقات؟ وأهم هذه النقاط هو مسألة التواجد وتحديد التواجد بالنسبة للجانب الأميركي أو مسمى التحالف الدولي بالداخل العراقي، إذا ما أنه هذا الوفد عابر نقطة هذه التفاوض أو التفاوض بها مو بمستوى الجانب الاقتصادي والاستثماري. يعني أقول حسناً فعل رئيس الوزراء عندما دفع هذا الملف للمتخصصين باعتبار المفاوضات بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي في هذا الصدد ماشي، حتى لا يقال بأنه قد تدخل في قضايا استراتيجية، في قضايا تخص بأمن البلاد ممكن يتوقف وغيرها. حتى موضوع المفاوضات يعني لا وهذا خلي هو شي يقول، يقول إحنا خلنا ننضج الجوانب الاقتصادية، ممكن الأمريكان هم عليها لحظة يقول لك في مال، لا إحنا مال العراق استقر، لكن تبقى شنو؟ تبقى العراق، وهذه نقطة جدا خطيرة ومهمة وأتمنى أنه يعني نقف عندها ولو للحظة. يبقى العراق كيف أنه ما أخلي نفسي عبد لاقتصاد عالمي يفرض علي إرادته أو عبد لثقافة عالمية تفرض علي إرادته؟ يعني اليوم جزء من متبنياتنا الثقافية ما بها الجندر وأنه الجنس الثالث وما بي مثلا المثلية، هذه المفاهيم اللي تسوق حاليا بالداخل اللي هي لا هي خموض من البنود، لكنه إذا كان بعض الانفتاح الثقافي توصلني إلى هاي النتائج النهائية خلي يكون أنا على حذر. لاحظ شلون الانفتاح الاقتصادي إذا خلتني أنا أسيرة للبنوك العالمية لازم أنا أكون على حذر، يعني على أي لحظة ممكن يسحبون البساط من عندي وأوقع مثل ما فعلت الصين ببعض البلدان. لهذا لازم أن تكون معها محاذير، يعني إحنا حتى لا نخلي الحياة وردية والأمور كلها حلوة، لا يفترض أن الجانب العراقي يكون حذر في التعامل مع الأمريكان. الأمريكان هم يعني أذكياء في مسألة أنه يستطيعون أن يأخذوا الشخص ماله وكل ما لديه ويقول أنت ربح ويقنعوه بأنه هو رابح، لكن أن يكون المفاوض العراقي بدرجة عالية والشخصيات التي يعني تتماشى بالتعاون المشترك مع الجوانب الأمريكية بدرجة عالية من النباهة والذكاء والفطنة والعمق والرؤية الاستراتيجية على أن لا يقعوا في فخاخ هذه النقاط حتى لا يقال والله ما تحدثوا عن هذه الأمور. هذا اللي نتمناه من المفاوض العراقي. أستاذ أحمد، رئيس الوزراء في أكثر من تصريح حتى قبل التوجه إلى أمريكا ذكر مسألة القطاع الخاص، شلون اليوم ممكن نستفيد من الجانب الأمريكي في تفعيل القطاع الخاص؟ طبعا يعني هو اليوم اكو خصوصية للعراق، يفترض ان يفهم الامريكان مثل ما قال الاستاذ صباح، ان يفهم الامريكان طبيعة الوضع العراقي وان يفهم المفاوض العراقي ان يكون هنالك حذر. اليوم انا ما ممكن اهرول كعراق اهرول وراء الامريكان في حال انه اليوم صارت علاقة مميزة عندهم مع دولة معينة أو بالضد من دولة معينة. إحنا اليوم عندنا علاقات نقدر نقول هذه علاقات مميزة، وعندنا يعني مشتركات مختلفة عن كل دول العالم مع الجمهورية الإسلامية، عندنا ميزان تجاري، عندنا حدود كبيرة مع هذه الدولة وحتى مع الجانب الأمريكي، يعني مثل ما نعرف أنه التبادل التجاري يتجاوز 21 مليار دولار سنويا. يفترض أن يفهم الأمريكان هذه الخصوصية. عندنا موقف من موضوع غزة ومن هجمات الكيان الصهيوني على أهلنا في غزة، فهذه أعتقد السيد رئيس الوزراء في حديثه اللي نشر مؤخرا اتطرق لهذه الأمور وحتى اتطرق لموضوع غزة والاعتداءات على غزة. أكثر المجالات مهم هذا الموضوع، أكثر المجالات اليوم أستاذ أحمد ممكن نستفيد من عدها من الجانب الأمريكي بما يخص تفعيل القطاع الخاص أو تفعيل الاقتصاد العراقي أكثر بشكل عام. يعني احنا اليوم نحتاج الى ان نستفيد من الخبرة الامريكية في هذه المجالات المهمة، يعني تعرف عندهم خبرة كبيرة بموضوع الذكاء الاصطناعي، اليوم هم تقدموا مراحل وصلوا الى مراحل متقدمة بموضوع الذكاء الاصطناعي، بموضوع الجامعات، بموضوع التكنولوجيا، بموضوع التطور، يعني اليوم نقدر نستثمر هذه بعيدا عن الموضوع السياسي. يعني اليوم نحتاج إلى أن تكون هنالك يعني أنه المفاوض العراقي يعرف شو يريد،
يعني احنا مو موضوع انه بروتوكولي وقعدوا ورجعوا وانتهى الموضوع، انه انا اليوم رايح الامريكا اعرف شريد، اذا اليوم اروح الامريكا ما بيها فائده فماكو داعي. هو انا هذا اللي اسال عنه، احنا شو نريد من امريكا اقتصاديا؟ فانا اتوقع يعني احنا بدايه الحلقه قلت لك انه اليوم احنا اكو مسار مالي مشترك بين العراق والولايات المتحده الامريكيه، العراق اليوم يتعامل خارجيا بالدولار، فاذا اكو مسار مشترك، اليوم اكو مصارف تعرضت الى عقوبات امريكيه. بغض النظر عن المخالفات اللي حصلت لهذه المصارف، يعني اليوم مو كل هذه المصارف هي تتعامل بغسيل الأموال وحتى إن كانت إنه تتعامل يفترض كشف هذه المخالفات للرأي العام، يعني ما ممكن إنه إحنا اليوم نعمل هذه إبادة حقيقية. قضية الطاقة طيب. اليوم ضمن يعني الاتفاق الاستراتيجي هو موضوع الكهرباء وموضوع الطاقة، اليوم احنا نحتاج من الامريكان انه دعم بهذا موضوع الطاقة، موضوع الكهرباء، تعرف هذا موضوع مهم وشائك، صار لأكثر من 20 سنة لم يحل هذه المشكلة، فعندك موضوع المصارف، موضوع الطاقة، وموضوع الاستثمارات. هذا اللي نتمناه استاذ صباح. ايش قد مهم اليوم رئيس الوزراء العراقي لما يلتقي بالرئيس الأمريكي ويتعارض وياه في نقطة تخص القضية الفلسطينية وقضية غزة، إيش قد مهم هذا بالنسبة للوفد العراقي، بالنسبة لمستوى هذه الزيارة، وبالنسبة للمنطقة بصورة عامة؟ يعني الدبلوماسية هي عبارة عن ضربات كلامية، يعني شلون بالعامية يقول لك وحسش، هل لازم بالدبلوماسية أيضا يكون؟ يعني هو من بايدن عندما يتحدث عن أنه أمن إسرائيل يهمنا، طبعا هو لازم يكون انه جواب رئيس الوزراء يكون انه احنا سلامه اهل غزه وفلسطين يهمنا ايضا، بمعنى انه القضايا هي ليس مثلا اتهامات او صراع، باعتبار الدبلوماسيه هي انك تتحدث باسلوب، يعني كما يقال اذا قيل ربما، اذا قيل نعم فهذا يعني ربما، واذا قيل ربما فهذا يعني كلا، ولازم ان تكون بدرجه عاليه من اليقظه حتى في عمليه الجلوس والمصافحه والابتسامة، وعندما يكون الوجه مكفهرا أو الوجه بشوشا، كل هذه هي تعتبر جزء من ما يسمى بلغة الجسد أو البادي لانجويج، وهذه كلها اللي يجب أن تكون بدرجة عالية دبلوماسية، حتى الضيوف المصاحبين أو الشخصيات المصاحبة مع الوفد يجب أن يكون بدرجة عالية بتوخون الحذر من الالتقاءات الإعلامية أو بعض السلوكيات الفردية، لأن كلها ستؤثر على قوة الوفد. تقييمك للوفد العراقي هذا؟ لا طبعا هذا الوفد جيد حقيقة، لأنه كان يعني العمل كأنما كل يعرف طبيعة عمل الدورة، ماكو هناك تداخل في مسألة الأدوار، ماكو هناك مثلا عملية مقاطعة أو أنه يأتي آخر ويعني يغرد خارج السرب، كأنما كل يعرف دوره وكل يعرف وظيفته. ممتاز أستاذ أحمد. موضوع ميناء الفاو وطريقة التنمية اليوم، شنو الدور الأمريكي بهذا الموضوع؟ هل أنه راح يكون حاضر بهذه المفاوضات والتفاهمات؟ يعني طبعا هو ميناء الفاو هو مشروع عظيم ممكن أن يغير وجه المنطقة، فحتما ستكون هنالك مصالح أمريكية في موضوع هذا الميناء، لأن تعرف هذا الميناء ممكن حتى يؤثر على موانئ أخرى. اليوم إحنا البواخر اللي تجينا للعراق لا يمكن أن تأتي بواخر عملاقة، لأن موانئنا اللي تشتغل ميناء أم قصر والموانئ الأخرى تكون على قنوات بحرية، يعني مو على الخليج. اليوم ميناء الفاو سيكون على الخليج، فممكن أن نستقبل بواخر عملاقة، فهذا طبعا يفترض أن نستثمر ونستفيد من الخبرة الأمريكية في موضوع الموانئ، ممكن أن يعني ندخل الأمريكان في إنشاء التسعير الرصيف بأي طريقة ممكن تشوفها الحكومة العراقية، تواجد الشركات الأمريكية للعمل في ميناء الفاو. سواء أستاذ أحمد، إحنا حتى نلخص حوارنا بالجانب الاقتصادي، مثل ما نعرف أن العراق بلد الخيرات وأرض السواد وبلد النفط وغيرها من المعادن، اليوم احنا بمجال الاقتصاد وغيرها من النقاط نستفيد فقط من الخبرات الأمريكية، شنو ممكن يقدم لنا الجانب الأمريكي اكثر؟ يعني اليوم نشتغل وياهم بزنس، يعني شركات، انه اليوم يعني بدون موضوع سياسي، انه انا اليوم مصلحتي بفلان موضوع، انا كبلد وكحكومة عراقية
طبعا هم يعني ما راح يجون لانه والله على مود العراق او شيء، ممكن نوفر لهم نوفر لهم بيئه خصبه، نوفر لهم نظام مصرفي قوي ومهم، تجي الشركات الامريكيه ممكن انه نوفر لهم حمايه، فنشتغل وياهم بهذه الطريقه. يعني اليوم تعرف هم عندهم خبره كبيره وخبره طويله في عمل الموانئ. اليوم احنا مع الحديث عن ميناء الفاو، هو اعتقد لغايه الان 4 ارصفه او 5 ارصفه تم انجازها او راح يتم انجازها. طريق التنمية هذا ممكن التفاوض به مع تركيا، باعتبار أنه تركيا هي بلد مستفيد من هذا الطريق. اليوم طريق التنمية أعتقد أكو لقاء لرئيس الوزراء بعد ما يجي من واشنطن، أكو لقاء مع أردوغان، ممكن يطرح هذا الملف بقوة. اليوم لا ضير أنه العراق يقدم دعوات للشركات الأمريكية، وهذا من نتمنى أنه تستثمر العلاقات الدبلوماسية الأمريكية مع الجانب التركي مثل ما تفضل أستاذ صباح في بداية حوار. أنا أشكرك الأستاذ أحمد عبد ربه الخبير الاقتصادي، كذلك أشكر الأستاذ صباح زنقنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين على كل هذه الإيضاحات، وأتوجه بالشكر أيضا إلى الأستاذ وائل الركابي المحلل السياسي اللي انضم لنا عبر الهاتف من واشنطن، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. نلتقيكم في تغطيات أخرى إن شاء الله، في أمان الله.